اسمحوا لي على الإضاءة هنايا حتى الصراحة اسمع جيد. سلام، كدايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير، كنتمنى تكونوا كاملين مزيان، كنتمنى تكونوا كاملين بصحة مقعدة ونفسية مرتاحة. عرفتوا دابا راه مصورة جوج ديال لي فلوغ وهذا الثالث، هذا الثالث اللي غنبدأ، ومازال حتى شي واحد ما درت ليه المونتاج ومازال ما نحت لكم والو، ولكن مزيان انني نجمع على بداية الصراحة ونبقى ندير لهم مونتاج ولو حسن من انني فاش واحد لقيتها جاتني ازمه ديال الفيديوهات وبقيت شلحت ليكم غير وليت كنهربق كله في الصراحه، ولكن مهم الفلوج جيت باش ديروا مع بعضياتنا شي نكملوا السيري بدينا ديال الباك، وغادي نديروا بريباراسيون ديال الفروض ديال لي زيكزام اللي عندنا. حتى الصراحه بدينا يبداو عندنا الفروض هاد السيمانه اللي ما اول نهار بعدا في 2024. سنة سعيدة، حلوة لذيذة، وعندي وقيلا ثلاثة ديال المهم جوج ديال ليزيكزام مع حيدة بشي الطبيب عندي هاد السيمانة، واحد لازفيتي واحد الماط، والفيزيك معرفتش مازال في الشك، واحد 75% غيكون عندنا، واحد وديك اللي بقى الآخر ميكونش عندنا هاد السيمانة، حيتاش أصلا مازال ما تلاقينا بالبخوف باش يقول لينا. المهم خاصني المهم الماط شوية افونسيا فيه الاس بي تي، توا شوي قلب الماط داكشي علاش قررت انني نبدا بالاس بي تي. المهم وهاد لا فيديو غنخليه ما غاديش نحبسو في نهار ولا يومين، غنقول فيه فاش فين ما نكون كنبريباري لي زيكزام غادي نكمل هاد لي زيكزام الاولين غنصور لكم داكشي علاش هاد لا فيديو غيجي ما طال شويه، ولكن كيتس اوكي ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم دابا اصلا ديجا راه الوحده ديال النهار مع ما فقتش بكري مع البارح بقينا سهرانين، وداكشي راه تكونوا شفتوا في الفلوغ ديال لانيفيرسير ديال ماما بلي بقينا فايقين وداكشي وصافي. ودابا خصني نجلس نقرا، حيتاش خاصني نجلس نقرا، وحيتاش الفرض ديال لي زفيتي عندي نهار الخميس وخصني نحفظ وخصني نخدم تمارين، والفرض ديال الماط عندي نهار الجمعه، ويقدر يكون عندي الفرض ديال الفيزيك حتى هو، دونك خصني نجلس ونقرا. اول حاجه غادي نبداو بها اوف كورس هو تو دو ليست، هنا غنكتب كاع داكشي اللي خاصني ندير، وهنا هادشي كاع داكشي اللي خاصني ندير في المجموع كامل، وهنا في تو دو ليست غنكتب كاع داكشي اللي خاصني ندير دابا اليوم، فهمتوا؟ المهم دابا انا خديت كل جوج ونبدا نقرا، دابا وصلت جوج اوكي طبعا نجلس ونقرا، ولكن we have to study. خبركم من قبيله وانا كنت نتسهوك ودابا هذا نجلس نقرا، دابا شحال دابا جوج اقسام ماشي جوج اقسام دابا جوج اقسمين وصافي. دابا عاد ندير التايمر ديالي وغادي نجلس نبدا نفهم الشابيتر، واخا راني ديجا فاهمه وديجا دايره لي الغوزيمي، ولكن اي هاف تو عاوتاني نعاود هذا باش ندوزو للمرحله الثانيه وهي نحفظو، فهمتوا؟ المرحله الثانيه عاد نشرب قهوه، حتى دابا واخا فيا نعس ولكن ما نشربش قهوه، نخلي حتى بغي نحفظها باش نبقى ها ندير هنايا الغوزيمي شتو مي اي خصني انني نعاود نراجع، حتى هادشي راه درتو في الاول العام، نبدا نتبع مع بروفيسور ها هو هاد البلاي ليست ديال ريسبيراسيون اي فيرمونتاسيون دان، وغنجيب حتى الكتاب اللي مدايره فيه الغوزيمي ديال اس بي تي. صبروا نوريكم يلا سالي دابا الفهمه ديال الدرس، فهمتوا؟ عرفتي دابا شحال الساعه؟ دابا الساعه انا عاد ساليت الفهمه ديال الدرس، وندير له كوشي، ولكن صراحه فهمتو مزيان باش تعرفوا واحد اللعيبه الدرس انا فهمتو المره الاولى وفهمتو المره الثانيه وهذه المره الثالثه اللي فهمتو، وهذه المره عاد فهمتو مزيان. هو الدرس ماشي صعيب، انا لي بروفيسور فهمتو عندهم خايبين، ولكن كنصحكم انكم تفهموا عند لا تي بي، ماشي خايبين هما كيشرحوا ولكن مكيشرحوش انا مفهمتش عندهم، المهم انا مفهمتش عندهم، مي كنصحكم ببروفيسور ديال لي زفيتي تاهي زوينه، كنت كنفهم عندها داك العام في لافورماسيون جينيتيك، كنت كنفهم عندها زوينه كفلنا، فهموا عندها كفلنا هاد الاستاذ، راه دايره دي بلاي ليست كل شابيتر دايره في بلاي ليست وصافي. فهمنا دابا الدرس ديال لا ريسبيراسيون ديال
la respiration ou la fermentation. Ou d'abord. اليوم الاربعاء عندي اكزام غدا في الفيزيك. الاكزام ديال الاسفنت اللي قلت لكم نهار الاحد يكون عندي عاوتاني نهار الخميس. مابقاش عندي نهار الخميس ولا عندي حتى السيمانه الجايه. دابا خاصني نبريباري الاكزام ديال الفيزيك. الاكزام ديال الفيزيك اللي عندي فيه لي زوند او سويفي. لي زوند مزيان فيهم ولكن السويفي هكا. وانا اي هاف تو نجلس نقرا دابا. اي خصني نجلس نقرا دابا. نعس ترتاحيت مزيان كلشي هو هذاك. دابا رجعت للقرايه. خصني نخدم السويفي. انا خصني نعاود نفهمو حتى الصراحه السويفي ما كنتش عطيتو حقه. لا باش ما نكذبش عليكم عطيتو واحد شويه ديال الوقت ولكن ما كنتش فاهمه مزيان معانا. دونك خصني نعاود دابا نعاود نفهم السويفي نعاود نخدم فيه دي زيكزارسيس بزاف ديال لي زيكزارسيس نساليو من السويفي وديك الساعه ترجعوا. انا درت واحد تو دو ليست هنايا في الطابلو اون فاس معايا نوري عليكم ونيت نوريكم لي زيكزام لي عندي. دونك دابا اليوم كاين غير الفيزيك والشيمي. الفيزيك وسورتو الشيمي. الشيمي 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 او فيزيك وصافي هاد تو دو ليست كتبت هنايا في الطابلو. دابا غادي المهم واخا دابا راه ديجا دابا الخمسة. اويلي انا اش كاتبة تما؟ بغيت نعرف اش كاتبة تما من ربعة لخمسة. الله ما عرفتش كاتبة تماعي. صبروا خصني نعاود نصحح. من ربعة لخمسة انا كان على بالي بلي غنقرا ثلاثة السوايع. وطفاك وطفاك باي ذا واي انا دايرة زيف حتى يلا دوزت. يس يلا دوزت انا صححت هادشي دابا. خصني نكتب دابا من الخمسة خمسة لستة من خمسة خمسة لسبعة خمسة لستة خمسة لستة نشوف بلاتي. صبروا 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 معايا وانا مريضة. مسكيت عليكم انا مريضة. دابا البرد امتى درني نهار البرد نهار الحد حتى دوزت. يس من الحد نهار الحد نهار الحد فاش دوزت في الليل كنت لابسة مزيان عشان اليوم ما دوزت. يا ربي ما يعاودش يضربني البرد يا ربي. انا نسيت كاع نوريكم لي زيفالياسيون عندي. المهم اليوم الخميس عندي لا 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 غدا زعما عندي فيزيك. نهار الجمعة عندي الماط. السيمانة الجاية بعدا عندي لي زيفيتو الفرونسي دي مؤكد عليها. شي لاخر اوكون ايدي. دابا دابا نقول هضره اي هاف تو نجلس نقرا باش ما نبقاش نضيع الوقت. مازال ديال الوقت اصلا الوقت اللي نضيع ما عنديش فريمون ما عنديش. سو قبيله شربت قهوه شويه دابا شويه غنسالي هاد هذا ونعاود نشرب قهوه. الماء اوف كورس حداكم فاش تبغوا تقراو. و يلا نقرا. انا دابا عاد سالي الدرس الفهمه ديال الدرس. دابا الفهمه ديال الدرس كنت ديجا طالع لي وكنت درت واحد البيتي ريزومي ياك هو هذا. ولكن دابا فاش عاودت تراجعتو شوف شحال ديال الكتاب اللي كنت قاسم كتبهاش شحال ديال الحاجات كانوا ناقصيني في داك الريزومي حتى صغير كنت طليت عليه غير طليل فهمتو. يعني يلاه ساليت الفهمه ديالو. يا عرفتي شنو في واحد ستريس راه ما يمكنش. انا دابا نكوشي على بلي راني فهمتو. بقى لي 44 دقيقه غنخرج واحد جوج تمارين من اليوتيوب بعدا نصححهم وديك الساعه نستريح. والله صراحه باغا نمشي مزيان. دابا دابا 11 انا عاد سالي ماشي عاد سالي غنمشي نعس دابا حتى بغيت راسي حرقني او وقت الصباح نفيق بكري. صافي عندي فرض مع التمرين دونك خصني نفيق بكري باش نكمل المراجعه وصافي.
الله يدن دابا بدن كل شوية دابا 7:15 غنمشي نصلي ونقرا القران ونرجع غادي نحفظ غير لي ديفينيسيون راجع لي غولاسيون وصافي ونحبس القرايه وصافي يا بيك راك هانم الصراحه لي زون ما غاديش نخدمهم حتى خدمهم لي زون كيرداهم لا حاولت نعاود نخدمهم اي جينيراسيون بحال غنتلف داكشي علاش اللهم نحبس حبس 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 صافي. السلام اخباركم ما نسيت ملي راني كنصور هاد الفيديو ابصوري وانت اصلا معليش باش نعطيكم الابديت ديال حياتي وداكشي كامل. انا دابا كراجع الفرق ديال لونجلي اللي عندي يعني غدا يوم راه شفت يوم الثلاث دوز الفرد ديال الفيزيك دخل الخبيز ويوم الثلاث باش غندوز الفرد ديال لونجلي غدا. انا دابا سير كنفرج عليه تقريبا غنبقى ديال شوايتي تشوايتي اللي حطات لينا نخدمو في الدار دابا كنراجع شي اخر. سلام عرفتوا غبرت عليكم صراحه ما بقيتش عطيتكم حتى ابديت على حياتي ما بقيتش عطيتكم حتى ابديت على الامتحانات وانا براسي ما بقيتش كنبريبار الامتحان. المهم مور ما دوزت الامتحان ديال الفيزيك داز زوين ساهل جبت فيه مزيان الحمد لله درت فيه النقطه اللي كنت باغا وداكشي كامل. موراها بريباريت معايا شويه الامتحان ديال لونجلي لي صراحه ما دوزتوش مزيان كحلت فيه شي شويه. هو النقطه اللي جبت فيه تزوين لكن انا ما جبتش فيه 16 وانا ما بغيتش نجيب فيه 16 بكل صراحه ما بغيتش نجيب فيه 16 ولكن قالت لنا الاستاذ اللي ما عجباتوش نقطته نعاود له الفرض دونك حنا كنا بزاف اللي ما عجبناش نقطنا وغادي نعاودوا الفرض. وشنو ثاني وكان عندي امتحان ديال اس في تي نهار السبت دابا دوزت الامتحان ديال لونجلي نهار الاربعاء وكان عندي امتحان ديال اس في تي نهار السبت ياكو ولكن ما مشيتش دوزت حتى صبحت مريضه و جات لقيتها باش نبريباريو ليه. المهم هاد السيمانه عندي هي السيمانه الاخرى في الفروض وهي السيمانه الاخرى غادي ناخذ العطله باش نسالي الدوره الاولى. هاد السيمانه عندي امتحان ديال اس في تي اللي غادي ندوز اللي دوزوه قسمي انا الوحيده اللي مازال ما دوزتوش. خصني ندوز الامتحان ديال اس في تي خصني ندوز الامتحان ديال المات خصني ندوز الامتحان ديال الفلسفه. الفلسفه ديجا دوزنا واحد الفرد الاول وقال لنا ندوزو حتى الفرد الثاني غادي ندوزو حتى الفرد الثاني راني مازال ليا ندوز الفرد ديال الفرونسي والعربيه هادشي اللي مازال ليا. التربيه الاسلاميه كنت ديجا دوزتو قبل في الاول كنت دوزت الفرد ديال التربيه الاسلاميه وصافي. واليوم خصني بريباري باش خصني بريباري الاس في تي نراجع لها شي شويه الاس في تي ونراجع الفلسفه شي شويه نحيد عليا شي حاجات وصافي. اليوم راه الحد باي ذا واي وصافي. البارح بريباريت عاوتاني شي شويه ولكن ما صورتش لكم حتى ما كانش فيا قلت خاصني حتى نهضر معاكم عاد نصور لكم. والبارح كان في الدار وداكشي ما قديتش انني نصور عليكم داكشي علاش قلت خليته اليوم. باي ذا واي انا دابا كنصور لكم بيت خواتاتي داكشي علاش غنمشيو دابا لبيتي نمشيو لبيتي باش ننام باش نجلسو نقراو. ولكن ما نعاودش لكم الصراحه على ستريس اللي انا فيه. انا كنعيش في واحد المرحله ديال ستريس اللي ما يمكنش مستريسيه بزاف وما عرفتش ناط فيا الحبوب عرفتي راه كينوط فيا الحبوب وكيمشي عرفتي ما يمكنش جبهتي ولات مفرقعه بالحبوب وصافي هذا ما كان. وجدت لي هنايا القهيوه ديال عرفتي الخيوط انا ديما فيما مشيت تلقى عندي الخيوط طلعوا لي في راسي الخيوط و نجلسو بريباريو دابا. اخباركم لو في خاسر وشي انا اللي كنبان لا خايبه شي شويه هنايا ولكن المهم كنبان اويلي قلت لكم الويفي خاسر بلا انا متليشارجي لي فيديو القايب بقاو ديروا بقاو تليشارجيو لي فيديو اللي غادي تحتاجوا يقدر الويفي يغفلكم ولا شي حاجه دونك يس. غنقولوا الادعيه ديالنا الدعاء ديال قبل المذاكره والدعاء للنجاح ونقرا. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عاملة بذكرك وقلوبنا في خشيتك وأسرارنا بطاعتك.
إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. هادي الفيديو شويه مخربق ولكن ما عرفتش، ولكن مهم حاولوا تفهموا الفيديو، حاولوا تفهموني. المهم البارح الحد كما كنت كنراجع معكم الاس في تي باش ندوز الفرد، مازال ما دوزتش الفرد ديال الاس في تي، كان على بالي بلي غندوز اليوم، مازال ما دوزتوش. ولكن اليوم خصني نراجع الفلسفه، حتى الفلسفه عندي عندي الفلسفه، عندي نهار الاربع اليوم الاثنين، عندي الفلسفه نهار الاربع، وغدا ما غاديش نكون في ثانيه باش نراجع نحفظ الفلسفه. دونك اي خصني نراجعها اليوم، اي خصني بعدا نكتب واحد النص فلسفي ديال القوله، واي خصني نفهم حتى عاطينا في هذا الفرد، عاطينا المحور الثاني والمحور الثالث ديال مفهوم الشخص. دونك خصني نفهم المحور الثاني والثالث، نفهمهم ونكتب التلخيص ديالهم باش تبقى لي غير الحفاظه ان شاء الله. دونك وخصني نفهم واحد العيب لقيت راسي ما ركزتش عليها بزاف في الاسبيتي، خصني نعاود نراجعها. دونك شنو هما المهام اللي عندنا؟ كتبهم ديجا تمايا في الطابلو، عندي داك تمايا الطابلو فين كتب فيه كاع، كتب فيه تو دو ليست ديالي وداك الشيء. المهم دابا شنو عندنا؟ عندنا خاصني نكتب النص الفلسفي، خاصني نفهم المحور الثاني، خاصني نفهم المحور الثالث، وخاصني نراجع ديك البارتي اللي كتبقات لي في اس في تي اللي ما مزكياش فيها. هادشي كامل اللي عندي دابا. انا في الدروس كنهضر معكم من الدروس، قادر باش ندوز الفرد ديال الفلسفة. عرفت عييت صراحة، عييت والله عرفتو ديكي كنبان من حارج، ولكن اتس اوكي. انا دابا كنبغي صاغي الفرد ديال الفرونسي اللي عندي مع ربعة، وانا دابا ثلاثة وربعة. يلا كنوجد بخوديكسيو عندي غير تحت سرطاتنا باش نقادوها. ماشي فغيمون عييت والله حتى عييت، كنحس بواحد العيا انكرويابل من هاد الحياه، تخافوش ليا صبروا والله حتى عييت، عييت من هذاك. باقي لي ليكزام ديال الفرونسي وموراها ليكزام ديال المات. اس في تي الاستاذه قالت لي غندوزو لك ورا العطله، صافي غيبقى لي ورا العطله الاس في تي والعربيه وصافي. باش تشوفوا بيتي في هاد الحاله، شوفوا خاصك نوريكم هادشي، ولكن شوف شوف شوفوا بيتي في هاد الحالة، عرفوا نيت انا ما مقداش داكشي علاش نجمعوه دابا. اللهم انا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشغلنا بقوة حفظنا. اتسمعوا صداع ولكن ما عندي ما ندير ليكم، ما عنديش نبريميز وكتو حتى زغلي بدو يوتو ليا. المهم هادو غير الحوايج اللي غنلبس غدا، حتى غدا دي سبور، الحوايج ديال الدوش، جمعت البيت. المهم شويه التربيه مسخه، ولكن ان شاء الله غادي نفطنها في هاد العطله وصافي. غادي نجمع شويه وصافي. دابا غنجلس نخدم شويه، ضيعت الوقت ديال الفقره دابا وصافي. قامت لكم دعاء من الحاضر باش تقول لكم الابديت، واصلا انا دابا كنت كندير في المونتاج باش نشلوح لكم الفيديو اليوم، ولقيت بلي كما قلت لكم بسلامه وما قلتش لكم زعما اخر ابديت وداكشي كامل. ليكم في علمكم لحد الان مازال ما دوزت الفرد ديال الاس في تي، دازت تقريبا دابا 15 يوم على الفيديو ومازال ما دوزتش الفرد ديال الاس في تي. انا الوحيده في القسم اللي مازال ما دوزت الفرد ديال الاس في تي، ولكن اتس اوكي ماشي مشكل، وقت ما جا الخير ينفع. دوزت كاع الفروض الاخرين الحمد لله، كلشي داز مزيان، كلشي داز وعداك الحمد لله والشكر لله، وهذا من فضل الله. نقول لكم تهلاو في راسكم، تهلاو في والديكم، ونشروا الحب مع بعضياتكم. باي باي.